ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم. والحقيقة طبعا مبروك مقدما للفوز بالدوري المصري، عقبال أفريقيا إن شاء الله. وقبل ما ندخل في عناويننا وفي أخبارنا وأخبار الدوري المصري، حابة بس أرجع لقطة كده في الدوري الإنجليزي. حقيقة أنه من امبارح الصحف الإنجليزية بتحتفل بهاتريك محمد صلاح في مرمى ليدز في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي. والحقيقة أنه كله بيشيد بأداء صلاح وقد ايه كان قدم واحده من افضل عروضه الحقيقه امبارح في مباراه ليدز. وده مش كلامي انا يعني، ده كلام كمان يورجن كلوب اللي شايف قد ايه صلاح اداؤه امبارح كان استثنائي، وانه يستحق الهاتريك ويستحق ان هو فعلا كان ضاغط جدا على ليدز وكان بيقدم اداء رائع جدا في المباراه. لكن كمان احنا في مصر هنا مش بس بنحتفل دايما بصلاح ومبسوطين بيه بان هو بيشرفنا في العالم كله، احنا كمان زي ما بنحتفل بالتالق بان هو موسم عن موسم بيثبت نفسه وموسم عن موسم بيخرس ألسنة كل واحد فكر في يوم يقول ان هو رجل الموسم الواحد، لكن كمان كنا بنحتفل بصلاح الانسان. الحقيقه احتفال محمد صلاح بعد الهدف على طريقه مؤمن زكريا لاعب الاهلي المصري لفته طيبه جدا منه. الحقيقه لفته فرحتنا كلنا انه قد ايه مؤمن محتاج حاجه زي دي. ممكن تبان بسيطه لحضراتكم بس الحقيقه ابسط حاجه فعلا ممكن نقدمها للاعب مؤمن زكريا هو الدعم المعنوي ده، وانه الناس دلوقتي كلها يعني مؤمن زكريا كسب تعاطف العالم كله يا احمد. الناس صحيح. دلوقتي كلها كانت بتسال امبارح وانا بتفرج على الماتش التحليلي على احد القنوات العالميه على الاستوديو التحليلي، انه الناس كلها بتسال هو ليه محمد صلاح عمل كده، لاعب عالمي في اي حركه بيعملها في اي مباراه اكيد الناس بتسال عنها. فكل الناس عرفت لا انه محمد صلاح بيعمل ده عشان هو بيدعم لاعب مصري بيمر بظروف صعبه. الحقيقه لفته طيبه جدا يا احمد وتحترم من محمد صلاح ومتوقع. الاحساس نعمه، ومحمد صلاح الحقيقه قمه وغايه في الاحساس، وما بيتهيأليش ان هو كان بيبعت رساله لاي حد غير مؤمن زكريا نفسه، وبيتهيألي انه رساله وصلت. وبالمناسبه معانا كلام كتير جدا عن صلاح، خصوصا انه ماتش امبارح كان فيه كواليس صعبه شويه ما قبل المباراه، واللي تابع مباراه ليفربول وليدز يلاقي حتى انه رياكشنات صلاح حتى رغم احرازه هاتريك في المباراه، ودي بدايه قويه جدا في بدايه سيزون، ترفع من روح المعنويه وان شاء الله باذن الله كامل على نفس المستوى. لكن الحقيقه يلاحظ انه ما كانش في حاله الفرحه الكبيره جدا، وده هنتكلم فيه بالتفصيل مش بس عن صلاح، عن كل نجومنا المحترفين في اوروبا